بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أحمد الزرعوني، رئيس مركز نادي الشطرنج الانتخابي في مارس الشرقة. الحمد لله رب العالمين. طبعا بدينا اليوم اللي هو اليوم النهائي في الانتخابات واليوم الرئيسي من الساعة 8 الصبح، الحمد لله رب العالمين، بدون أي مشاكل تذكر. الحمد لله رب العالمين، إلى الآن الإقبال في المركز جيد، يعني إن شاء الله تعالى نتمنى المزيد من الناس تشارك، لأن مثل ما أنتم عارفين الصوت أمانة والوطن يطلب منا المشاركة في هذا العرس الانتخابي، وإن شاء الله الجميع يجون. طبعا اليوم بيكون ان شاء الله الانتخابات من الساعه 8 الصبح الى الساعه 8 المساء، ونكون كلنا موجودين هنا، وبعدين بيتم الاعلان ان شاء الله عن النتائج بعد ذلك من اماره ابو ظبي لاحقا ان شاء الله. وجزاكم الله خير.